بداية يجب أن نفهم بأنه عندما قتل الجنود الأمريكان الثلاثة في الأردن، هذا غير كل ديناميكية الوضع. لغاية تلك اللحظة الولايات المتحدة كانت تظهر الصبر، وكانت أيضا تظهر تردداً في التصعيد، ولكن عندما قتل أولئك الأمريكان الثلاثة فإن هذا قد تجاوز الخط الأحمر، والرئيس بايدن الآن مجبر على التصرف. هناك عدد من الخيارات التي طرحت على الرئيس من خلال مستشاريه للأمن القومي، من بداية من محاولة حل هذه المشكلة دبلوماسيا من الجانب اليسار ومن ثم من اليمين، قالوا فلتقوم بحملة ضد إيران مباشرة. وبالتأكيد هناك عدد من الخيارات مطروحة أمام الرئيس، ويبدو بأن الإدارة الأمريكية سوف تختار الخيار الأوسط، والذي هو ليس خيارا لا ضعيفا جدا ولا قويا جدا. نحن نعرف بأن الاستجابة الأقوى سوف تحمل المخاطر الأكبر. نحن نعرف بأن ضربة مباشرة ضد إيران سوف تكون إعلان حرب علني ضد إيران، على الرغم من أن إيران يبدو بأنها تريد أن تحارب الأمريكيين، وقد قتلت الجنود الأمريكيين لسنوات طويلة منذ منتصف الحرب العراقية في العام 2006. ولكن لا أعتقد أن الرئيس بايدن حاليا يريد أن يشن حربا بين دولتين، ويريد على الأرجح أن يحل هذه المشكلة من خلال ضرب أهداف محددة. وربما بعض المصالح الإيرانية وبعض أذرع إيران المتمركزة في المنطقة، ولكن في هذه اللحظة على الأرجح لن يتم ضرب قيادة إيران ولا الأراضي الإيرانية مباشرة. هذا طبعا سوف يكون المقاربة الوسطية. دعونا نرى ما هي المقاربة التي سيتبعها الرئيس بايدن.